أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. في هذه المرة نستضيف شاعرا عراقيا، ولكن لهذا الشاعر سمت خاص وحضور خاص ومكانة خاصة كذلك. إنه الزميل الصحفي والشاعر الأستاذ محمد صيف. أهلا وسهلا بك في بيتك هنا في الرافدين، وحللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياك الله، شكرا لك أستاذ مصطفى على هذه الفرصة، وأنا سعيد، يعني هذا هو بيتنا ونحن زملاء، فتحية لك وتحية للرافدين الحبيبة وتحية لجميع العاملين على هذا البرنامج والعاملين في كل برامج هذه القناة، وتحية من خلالكم إلى جمهورنا العراقي وإلى جمهورنا العربي، وفرصة سعيدة أن نتواصل معهم من خلال هذا البرنامج بيت القصيد. نحن أكثر سعادة بوجودك هنا معنا، ودعني في البداية أن أهنئك وأبارك لك على فوزك بجائزة سعيد فياض للإبداع الشعري في لبنان. لو تحدثنا قليلا عن هذا المنجز أستاذ محمد، تفضل. الله يحفظك. طبعا أنا شاركت بديوان أشتار وجراح الأندلس في جائزة سعيد فياض للشعر في بيروت. نعم. الجائزة تشترط أو إدارة الجائزة تشترط أن يكون مخطوط لم يصدر الديوان بعد، وبعد أن يشارك بالجائزة يمكن أن يطبع فيما بعد. نعم. فهذا الديوان هو طبعا هو منجز من قبل، يعني قبل الجائزة بفترة، لكن أبقيت الديوان حتى أشارك فيه. نعم. وقدر الله أنه بلغت أنني فزت بهذه الجائزة في شهر 9 العام الماضي، والتكريم كان محدد له يوم 15 من تشرين الأول. نعم. شهر 10 التكريم في بيروت، فسافرت إلى بيروت وكان التكريم في نقابة الصحفيين. طبعا إدارة الجائزة من قبل الدكتورة دنيا سعيد فياضي ابنة الشاعر، وقدم لها التحية من خلال هذا البرنامج بيت القصيد ومن خلال قناة الرافدين أكيد، وإلى أيضا الـ طاقم الأستاذ العمل. عوني الكعكي اللي هو رئيس نقيب الصحفيين اللبنانيين، اللي هو أيضا يعني شارك في تسليم الجائزة، وأيضا رئيس تحرير أو مدير تحرير جريدة الشرق خليل خوري، اللي هو أيضا ضمن لجنة الشعر التي تشرف على هذه الجائزة. فقدر الله أن أحصل على هذه الجائزة وكرمت في بيروت. وبعدها طبعا عندما عدت إلى مقر إقامتي في عمان، طبعت الديوان في دار البيروني في، فصدر في شهر 6 لهذا العام. نعم. بودي أن أتحدث عن يوميات وجودي في بيروت. طبعا يوم 15/10 تشرين الأول فضل. هو كان التكريم، أنا كنت قبل يومين في بيروت. قدر الله أنه في يوم 17 من تشرين تنطلق الثورة اللبنانية وأنا هناك، فكنا نشاهد هذه الحشود الجماهيرية في بيروت، وكنا سعداء أنه اقترنت ثورة لبنان مع ثورة العراق، وكانت الشعارات يعني دائما متوافقة وهناك انسجام في الشعارات، حتى كثير من الشعارات كانت تناغي بعضها، من تشابه وتقارب ما بين الشعارات التي تقال هنا. فكنت سعيد أنه أنا يعني أكرم بجائزة الشعر وأكون موجود أثناء الثورة اللبنانية. ومثلك يحتفى به أستاذ محمد. الآن سلمت. ربما نذهب إلى سؤال مختلف قليلا وفيه شيء من المشاكسة. نعم. متى تتشكل السعادة الحقيقية للشاعر؟ هل حينما تتولد لديه فكرة، أم أول ما ينجز هذه القصيدة، أم حينما يجد أنها وصلت إلى الناس وعبرت عن ما كان يسكن في داخله؟ طبعا هي حالة، يعني حالة سعادة وسرور متواصلة. نعم. حتى تنجز القصيدة بشكلها التام والجميل، الومضة بدايتها أو مطلع القصيدة يشكل بداية السرور. نعم. أنت شاعر وتعرف ذلك، أنه أصعب ما بالقصيدة هو الانطلاقة الأولى، هو الومضة. صحيح. مطلع القصيدة. نعم. نستطيع بامتلاكنا أدوات الشعر أن نقول أي كلام، لكن عليك أن تأتي بفكرة جديدة، هذه الفكرة تنطلق مع الومضة الأولى من خلال حالة
يعيشها الشاعر. قد صحيح. تكون حالة فرح، قد تكون حالة حزن، قد تكون حالة حب، حالة فراق، حالات متعددة ومختلفة. حالات متعددة تفجر ينابيع الشعر، فينطلق مطلع القصيدة، ثم يبدأ الشعر على الاشتغال على القصيدة إلى أن تكتمل، فهي حالة سرور متواصلة. وقد يقدر للقصيدة عندما تكون حالة جمال متكاملة أنه تستمر حالة السرور إلى يعني إلى ما لا زمن نهاية. طويل يعني كلما يشارك في أمسية ويشارك في وتطلب منه القصيدة يشعر بانتشاء أنه هو أنجز شيء إبداعي جميل، لذلك تستمر حالة صدق. السرور. لكن الحالة الأولى هي مع انطلاق القصيدة، مع مطلع القصيدة ومع اكتمالها أيضا تستمر حالة السرور. وهذه هي الحالة من السرور نريد أن تنعكس علينا وبالتالي على السادة المشاهدين. وأولى القصائد التي ستفتتح بها هذه الحلقة من بيت القصيد، لك الحرية المطلقة، ماذا ستقرأ؟ لا شك أنا أرغب في أن أقرأ قصيدة انتفاضة تشرين اللي هي كتبتها مع بها ونعمت انطلاق الثورة في العراق، والتي مع انطلاق الثورة، في العراق كتبت هذه القصيدة الأول من تشرين. تفضل. الأول عام الماضي، يعني حقيقة هؤلاء الشباب الذين يواجهون الرصاص بصدور عارية وبإصرار وعزم وثبات وشجاعة حقيقة فوق الخيال. صحيح، أكيد. فهذه مع أنه هي جراح وآلام، لكن كنا نعيش حالة الانتشاء والسرور أنه هذا هو شعبنا الذي راهن عليه. فقلت: ظنوا بأن تثني العراق حراب، خابوا وأحلام الطغاة سراب. ظنوا بأن تثني العراق حراب، خابوا وأحلام الطغاة سراب. هذا العراق مسور بهدى الأولى، زحمت لهم أفق السحاب قباب. جميل. من آثر الموت الزعاف، ولم يطب عيش لهم فيه الكريم يعاب. عزم العراق كما هم عزموا، وما أحيا الطموح العازمين صعاب. فالعازمون على التحدي فتية، والقابضون على الجراح شباب. هم فتية قد آمنوا فاستبسلوا، والموت للمستبسلين ركاب. الله الله. هم فتية قد آمنوا فاستبسلوا، والموت للمستبسلين ركاب. بهر الرصاص عنادهم، وصمودهم عجب بساحات الحياة عجاب. شهب تضيء وكلما أخفى الردى منهم شهابا ناب عنه شهاب. شهب تضيء وكلما أخفى الردى منهم شهابا ناب عنه شهاب. الله الله، جميل جدا. هم فتية نهج الحسين منارهم، وثقوا بأن لهم الجنان مآب. هم فتية نهج الحسين منارهم، وثقوا بأن لهم الجنان مآب. زحفوا على دمهم وفوق صدورهم، حمل الجراح إلى الحسين كتاب. الله. زحفوا على دمهم وفوق صدورهم، حمل الجراح إلى الحسين كتاب. عظيم هذا البيت. هم فتية طلبوا الحياة فأحرقت أحلامهم برصاصها الأحزاب. يا الله يا الله. غمر العراق دم وآل مصيره لعصابة دستورها إرهاب. قاءت نفوسهم الخبيثة قيحها، وأزيح عن قبح الوجوه نقاب. قدر العراق بأن يظل مخضبا بدمائه، والحاكمون ذئاب. لم يبق شيء في العراق محصنا، كل العراق بعرفهم أسلاب. مجددا، قدر العراق بأن يظل مخضبا بدمائه،
والحاكمون ذئاب. لم يبق شيء في العراق محصنا، كل العراق بعرفهم أسلاب. لا يفقهون سوى الدناءة مذهبا، فالعيش في شرع اللصوص نهاب. يا الله، كم تاجروا بدم الحسين، كم تاجروا بدم الحسين ونهجه، باع العقيدة تاجر نصاب. إن الحسين لكل حر بيرق، لا يستظل بنهجه كذاب. إن الحسين لكل حر بيرق، لا يستظل بنهجه كذاب. صدقت الله. ما اهتز في خوض الصعاب ثباتنا، وجنى الثبات على الصعاب غلاب. وتكشف الفجر المؤمل ضوءه، وانزاح عن صبح العراق ضباب. ستطيب دجلة مشربا، ستطيب دجلة مشربا لظمائنا، ويطيب من دفق الفرات شراب. بغداد نحيا بالبطولة عرسها، ولها دماء الثائرين خضاب. فإذا الطغاة استرخصوا دمنا، فما يجدي سوى لغة السلاح خطاب. فما يجدي سوى لغة السلاح. فإذا الطغاة استرخصوا دمنا، فما يجدي سوى لغة السلاح خطاب. والله أحسنت يا أستاذ محمد. قولك في المثقف الذي يسوغ للفاسدين ظلمهم وجرمهم ويختلق الكثير من التبريرات، ماذا نقول بهؤلاء؟ هو يحمل الخطايا ذاتها ويحمل الفساد ذاته، ويشارك في الجريمة، ويشارك في تدمير البلاد، ويشارك في تدمير كل ما هو جميل، ويحمل العار على أكتافه. وللأسف طبعا أنا أقولها دائما أنه هناك ثلاث فئات من المثقفين. فئة يعني تستحق التقدير والاحترام والمحبة، قررت أن تكون في خندق الثورة وخندق الجماهير، ونسأل الله أن نكون من هذه الفئة. وفي أخرى قدرها أن تكون في خندق الرذيلة والفساد والخيانة، وهؤلاء الذين حضرتك أشرت إليهم كانوا عونا للفاسدين والطغاة والمجرمين، بل حاولوا أن يحسنوا الوجوه القبيحة للسياسيين. فهم في هذا الخندق. وفئة محايدة للأسف، يعني الحياد هو بالنتيجة سيكون مع فئة الفساد. صدق. لأن الحياد موقف في قضية الوطن هي خيانة. الحياد بين أن تكون وطنيا مخلصا حرا أمينا، وبين أن تكون يعني في الخندق الآخر، الخندق المعادي. فهو سيكون رصيد، الحياد رصيد للخيانة، رصيد للفساد، رصيد للظلم. وخنجر في ظهر من يسعى إلى النور والفجر والعدالة. فيعني هكذا أنا أقسم فئات المثقفين ثلاث. هذه الفئة الأولى التي قلنا لها أنها قدر لها أن تختار هذا الطريق، والفئة الأخرى التي يعني آثرت أن تكون في خندق الفساد من أجل مصالح شخصية، من أجل أفكار وعقائد فاسدة. أحيانا بعضهم أظن قد لا يجني شيئا، لكن عقيدته الفاسدة وتوجهه الطائفي يدفعه أن يكون في هذا الخندق. والفئة الأخرى، الفئة السلبية التي ارتأت أن تكون محايدة، يقول لك والله أنا أكون محايد لهذا ولهذا، لكن هي بالنتيجة ورصيد للخيانة والفساد والضرب. صدقت والله يا أستاذ محمد. إلى قصيدة جديدة الآن، ماذا ستقرأ علينا؟ سنظل في ثورة تشرين أم سنذهب إلى جراح العراق؟ إلى الجراح العراقية الممتدة. أن ننتقل إلى فضاء آخر، العراق المستباح. تفضل. تمادت في قساوتها الجراح، فضاق بها العراق المستباح. يا الله، تمادت في قساوتها الجراح، فضاق بها العراق المستباح. أمام نزيفنا الكلمات تعيا، وتعيا عنه ألسنة فصاح. قضينا أجمل العمر انتظارا،
قضينا أجمل العمر انتظارا لعل الحزن يعقبه انشراح. فهل قدر تغازلنا المعالي ويسرق بهجة العمر الكفاح؟ فما كان الغد الآتي فليحا ولا في الأمس أسعدنا فلاح. يا الله يا الله. وما غدنا سوى نسخ لأمس، وما للبؤس عن غدنا انزياح. وأمتنا تطوقها الرزايا، أي والله، ومن زمن يخاصمها الصلاح. ونأمل أن يظللنا خلاص ويخفق حولنا منه جناح. فلا فجر يجليه انبلاج، ولا أمل يلوح ولا طماح، ولا حزم تصاحبه سيوف، ولا غضب تؤازره رماح. فما يجدي التوجع والتشكي أيطفئ لاعج الثكل النواح. يا الله. ونغضب ثم نهدأ دون جدوى، ويتبع ثورة الغضب ارتياح. ألا لا خير في غضب تلظى إذا لم يصحب الغضب السلاح. ألا لا خير لا في خير غضب في غضب تلظى إذا لم يصحب الغضب السلاح. ولكن كلما تقسو الليالي تزيننا المروءة والسماح، وإن وارت بشاشتنا المنايا فنحن بغرة الدنيا وشاح. فلم نركن لمنتفع دنيء على الأيام ديدنه بطاح، ونؤثر في مجال الحرب نبلا وأكرم في المنازلة الصفاح. يا الله. ونؤثر في مجال الحرب نبلا وأكرم في المنازلة الصفاح. بعون الله نظفر بالأمان، بعون الله، بعون الله نظفر بالأمان، وتجري مثل ما نهوى الرياح، ويزدحم المدى بالنور فجرا، وتبهج من صنائعنا البطاح، وتصدح بالنشيد العذب سوح، فيطرب مسمع الكون الصداح، وترجع بهجة الأيام فينا تعانقها ليالينا الملاح. نشيد في ذرى العلياء مجدا به نحيا، ومنهلنا قراح. ومهما طال للأشرار ليل فمن بغداد ينبلج الصباح. ومهما طال للأشرار ليل فمن بغداد ينبلج الصباح. فمن بغداد. هذه القصيدة كتبتها قبل الثورة لعام تقريبا. نعم. وكنت متفائلا بأن هناك ثورة ستكون، وانطلق الثورة التشريعية. حراكم ما سينطلق. نراهن على شعب نحن نعرف حقيقة هذا الشعب. نعم. المطلوب الآن من الشاعر حتى يبقى كبيرا في أعين الناس وكذلك في عين التاريخ. أكيد صاحب المبدأ، صاحب الموقف هو كبير، سواء كان شاعرا أو كان يعني إنسانا عادي من عامة عامة الناس. فالشاعر، الشاعر الثابت، المثقف الثابت على مبدأ ومؤكد، هناك ثوابت معروفة، أن يكون في خندق الشعب، أن يكون في خندق الوطن. نعم. أن يقول كلمة الحق مهما كانت التضحيات. حسنت. لأنه قول كلمة الحق والموقف الكبير لا يأتي مجانا. صدقت والله. هناك تضحيات يجب أن تقدم. يجب أن يضع في قناعاته أن الموقف المشرف، الموقف الكبير. نعم. يحتاج إلى تضحيات. أحسنت. فالثبات، قول الحق، نصرة المظلوم، يعني أن يكون حيثما يكون حق الوطن، هكذا يكون. نعم. كبيرا في عيون الناس. قلت لك إن كان الشاعر إن كان، ويسخر كل طاقاته بهذا المنحى، بهذا الاتجاه. نعم. والثبات مهم جدا، انه الثبات كثير من المثقفين الايام الاولى يتحولون بمواقفهم. نعم. يتذبذبون، يتغيرون، يعني كانوا مثلا قبل الاحتلال، يعني كانوا يعني ابواق
وتنعموا بالمكاسب. وجرى عندما وقع الاحتلال كثير منهم انزوى. نعم. وبعضهم بل الأدهى والأنكى أنه صار مع الفاسدين، من جاء مع المحتل مع الفساد، وصار يروج لذيول المحتل. لكن هناك يعني الشعراء والمثقفين المثقفون الأحرار، لا طبعا وقفوا الموقف الحر. نعم. وتحملوا ما تحملوا. وكثير طبعا من يعني من أمثلة الشعراء الذي كان لهم صدى قبل الاحتلال في العراق وبقي على موقفه ثابتا. نعم. وفاز بقلوب الناس عبد الرزاق عبد الواحد رحمة الله عليه. نعم. هذا الرجل معروف. صحيح. كيف كان كان هذا الصوت المدوي في العراق، وكان حيث جراح العراق، وبعد الاحتلال بقي حيث جراح العراق. وكان رمحا وسيفا ودائما صليل شعره يعني يزعج اذان الذيول والخونة. ليس للبيع، لم يكن للبيع ابدا. وانا يعني عشت سنوات الاخيره قريبا جدا منه، وكنت اسعد بصحبتي وكان يسعد بصحبتي ايضا، وكنت اشعر بهذا. نعم. هذا الجبل الكبير رغم انه هو كان مثقل بالجراح والالام. وكتبت طبعا انا قصيده لما تعرض لوعكه صحيه يعني كادت تصل به الى الموت. من ابيات القصيده يقول فيها عنوان القصيده سلاما. نعم. عبد الرزاق اقول: جريح بالعراق وانت فيه، فكم جرحا اضاف لك الرحيل. فالرجل بقي على موقفه وفاز بقلوب الناس لأنه كان صادقا في حبه للعراق ولرموز العراق. لذلك هنيئا لمن يفوز بقلوب الناس بثباته. أحسنت. سنذهب الآن إلى قصيدة جديدة، ولكن مع شاعر آخر تعرفه. نعم. وربما كنت تحبه. ما رأيك أن نتابعها معا الآن؟ يسعدني. إذن نذهب إلى هذه القصيدة ضمن فقرة قصيدة للوطن مشاهدينا الكرام. بعدها نعود إلى ضيفنا هنا في الأستوديو الشاعر والزميل الصحفي في قناة الرافدين محمد صيف. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. في هذا الزمن اللامعقول أصبحنا نجلس حتى نكتب بين شفاه الغول، ونغني بين عبوس العبد الأسود والسيف المسلول. لا نعرف في أي اللحظات ستفصل عنا رقبتنا، وبأي لسان سوف نقول. في هذا الزمن المرعب صار الواحد منا يخشى من أدوات الأمر، ويخشى من لاءات النهي، ويخشى الفاعل والمفعول. في هذا الزمن الأسود أصبح قول الشعر مغامرة نحو المجهول، لا يعرف فيها اسم القاتل من اسم المقتول. في الزمن اليابس حيث تموت عصافير وحقول، وتموت من الإحباط خيول، في زمن النصر الكاذب حيث الحرب زمامير وطبول، في زمن الحمل الكاذب والإعلام الكاذب والتمثيل على الشعب المقهور، في زمن الكذب على ذقن الجمهور، في زمن يرفض فيه الشاعر مسح الجوخ وسكب العطر على جسد المسؤول، لا يبقى أي خيار عند الشاعر إلا القبر أو السيلول. في هذا الزمن اللامعقول لا بد لنا من قتل الغول، لا بد لنا من قتل الغول.
حياكم الله أعزائنا المشاهدين ولمن التحق بنا في هذه اللحظات. ضيفنا هنا في الأستوديو الشاعر والصحفي في قناة الرافدين الأستاذ محمد صيف. أهلا بك مجددا وأضأت وأنرت المكان. شكرا لك أستاذ مصطفى، حياك الله. يحب الشاعر دائما أن يجد رجع صدى عمله حاضرا في كلام الناس، في آرائهم، يغير ببعض صفاتهم، ربما يعينهم على اتخاذ بعض المواقف، وهذه ربما هي الثمرة المؤجلة التي يبحث عنها كل شاعر. حبذا لو تحدثنا عن إصداراتك السابقة وعن ما تفكر بإصداره قريبا في مضمار الشعر، لك الكلمة، تفضل. حياك الله أخي وزميلي الأستاذ مصطفى. أنا ديواني الأول كان بعنوان الأزهار تموت في آذار. هذا الديوان كان مكتملا حتى عام 91. آخر قصيدة فيه كتبت كانت هي قصيدة الأزهار تموت في آذار، التي كانت في آذار عام 91. قديم جدا. طبعا كنت يعني في ذلك الشهر كنت أعيش جراح مؤلمة جدا، يعني جراح الحب وجراح الوطن المدمر، فكانت هذه الومضة التي خرجت من داخلي أنه هذا الشهر آذار وشهر الربيع والحياة والأزهار أنه تنمو وتولد في هذا الشهر، لكن أزهاري ماتت في هذا الشهر. وكل من عاش في العراق في تلك الفترة يعرف تماما، يقاسمني هذا الشعور القاسي كيف كان العراق في آذار عام 91 بعد سحابنا من الديوان الذي جاء بعده، وبعده ديوان على أجنحة الجراح. نعم. الديوان الأول كان قصائد غزل، أنا كتبتها في فترة كان الوطن مستريح إلى حد ما، وبعد الديوان الثاني كان بعنوان على أجنحة الجراح، كلها قصائد وطن. والديوان الثالث الذي هو صدر حديثا قبل أشهر، الذي تحدثنا عنه في بداية البرنامج، أشتار وجراح الأندلس، الذي فاز بجائزة سعيد فياض للشعر في بيروت. هل هناك تصور لإنجاز أدبي جديد قادم؟ طبعا أنا عندي بحدود يعني 3 دواوين الآن. شبه جاهزة. ديوان اللي ممتاز. على وشك إن شاء الله يصدر قريبا، ما زال مخطوطة، بعنوان العراق مروءة وسيف. جميل. كلها قصائد العراق في هذا الديوان. عنوان كبير بحق. العراق مروءة وسيف، ديوان جاهز، يعني فقط أنه أدفعه إلى دار النشر. وديوان آخر حقيقة لازلت متأرجحا بين العناوين، فيه قصائد غزل كثيرة، وديوان آخر حقيقة فيه جراح الأمة العربية. أحسن. اللي قد أسميه بين حبين، أو أختار عنوانا آخر يكون انعكاس لكل القصائد الموجودة. فالقصائد التي تحتوي أو يحتوي هذا الديوان يعني انعكاس لجراح الوطن من تطوان إلى رأس الخيمة. نرجو لك كل توفيق بإذن الله رب العالمين. أستاذ محمد، مآسي الوطن موجودة فيه. من جديد إلى الشعر، ماذا ستقرأ علينا هذه المرة؟ سنبقى في العراق أم سنتجرأ على الذهاب؟ لا طبعا بودي أن أقرأ، ما دمنا نتحدث عن الجائزة وعن أشتار وجراح الأندلس، من يعني قرأت في بيروت قصيدة في يوم التكريم، قصيدة عناق الأرز والنخيل، إذا أحببت لك ذلك تفضل. هي ليست في الديوان طبعا، قصيدة كتبت حديثا، لكنك قرأتها في مناسبة الجائزة. الفوز بالجائزة في بيروت. قرأتها يوم التكريم طبعا. يوم التكريم، نعم بالضبط. ونشرت طبعا جداً في الصحافة اللبنانية في اليوم الثاني. يعني وهي أتحدث عن مشاعري اتجاه هذا البلد الجميل. القصيدة متوفرة، موجودة، متوفرة، الحمد لله. لك أن تبدأ إذا، تفضل. طبعا كتبت لبيروت للبنان هذه قصيدة عناق الأرز والنخيل، وكتبت أيضا لما حدث التفجير أيضا قصيدة بيروت دمع ودم. دعنا في العناق ولنذهب عن الدماء بعيدة. فلنحلق في العناق. تفضل. أقول أعانق في الهوى
حلما جميلا إذا ما عانق الأرز النخيلة. أعانق في الهوى حلما جميلا إذا ما عانق الأرز النخيلة. وأنسج من حروفي كل عذب من البشرى وأبعثه رسولا. الله الله الله. وإني مثقل بالعشق، وإني مثقل بالعشق أهفو إلى لبنان أستجلي السبيلا. يناجيني وفي النجوى انتشاء كفعل السحر يستلب العقول. الله. ويلهب سحر نجواه، ويلهب سحر نجواه احتراقي، ويشعل من جوا قلبي الفتيلة. ويغويني ببيروت افتتان يغالب كل اغواء ميولا. بلبنان الجمال له فصول ويبهج سحر رونقه الفصولا. كأن الله ميزه بهاء فما تلقى لروعته مثيلا. كأن الله ميزه، ميزه بهاء فلا تلقى، فما تلقى لروعته مثيلا. الله الله. بهاء فاق قافيتي وأعيا من الشعراء في الوصف الفحولا. خيول الشوق تجري في عروقي، خيول الشوق تجري، خيول الشوق تجري في عروقي وتعلي في شرايين الصهيلة. الله، جميل هذا المعنى، صورة بديعية. خيول الشوق تجري في عروقي وتعلي في شرايين الصهيلة. حروف العشق أزرعها حقولا وأهدي قلب بيروت الحقولا. حروف العشق أزرعها حقولا، حقولا وأهدي قلب بيروت الحقولا. جميل جدا. وأقطف من ربا بغداد وردا وأرصف درب أحلامي الطويلة. وأطلق في سما لبنان شعري حمامات تغازله هديلة. ويا بيروت ما لي من مقيل، فهل ألقى بعينيك المقيلة؟ سأحمل بين أضلاعي طموحي أمنيه بأن نجد الحلول. وأدري قد يعذبني طموحي، يكلف خافقي حملا ثقيلا، ولكني على قدر الأماني حملت الحلم مرتجيا وصولا. فمن يرقى الصعاب إلى مناه يطوع من مناه المستحيلة. فمن يرقى الصعاب إلى مناه يطوع، يطوع من مناه المستحيلة. أحسنت. بعد هذه الوجبة الشعرية دسمة لابد من استراحة. نعم. مشاهدينا الكرام، نخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل ما تبقى من هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيدا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونعود إلى ضيفنا هنا في الأستوديو الأستاذ محمد نصيف. وقبل الشعر، وأنا أعي تماما أن العراق حبيبتك الأولى، ولكن ماذا عن الأمل المعقود بنواصي الشباب الذين لا يزالون مصرين على مواصلة حلمهم؟ هل من رسالة موجهة إليهم من قلب عراقي مشتاق؟ ماذا تقول؟ طبعا كل القصائد التي كتبتها هي رسائل الى هؤلاء الشباب، الى قلوب الشباب، الى ادامه هذه الجذوه في نفوسهم. نعم. في اعماقهم هذا التفاؤل الذي يحملونه رغم كل الآلة العسكريه
المجرمة وهذا الجبروت الذي يحاصرهم يعني يحاصرون به من ميليشيات إلى أحزاب إلى جيش إلى أحزاب إلى يعني دمار يعني نيران قتل إجرام ظلم تزييف للحقائق، وطبعا كل هذا محمي بمنظومة دولية سياسية والعسكرية. فقصائدي هي كلها رسائل إلى هؤلاء الشباب، إلى الأحرار من أبناء العراق وأبناء الأمة، لإدامة هذا يعني هذا الإباء والإقدام والإصرار على الثورة. فكل قصيدة هي عبارة عن رسالة بهذا الاتجاه. فإذا تسمح لي أن أقرأ من ديوان أشتار وجرح الأندلس. سنبقى في العراق أيضا، طبعا هو العراق وحبيبتي. يعني قصيدة تحمل طبعا هي بدايتها يعني قصيدة وجدانية، لكن هي يعني موشحة، يعني هي مزيج ما بين الحب العاطفي وحب الوطن. خذنا إلى هذه القصيدة إذن، على جناح عشتار إلى العراق الذي تحب، وقصيدة العراق حبيبتي. خذنا إلى العراق الذي تحب بطريقتك، لنرى الجديد في فكرة هذه القصيدة، وكيف استطعت أن تدمج ما بين الحبيبة البيولوجية إن صح التعبير وما بين العراق الوطن. الحبيبة الأولى. سحر الجمال بمقلتيك ينادي، حتى سكبت براحتيك ودادي. سحر الجمال بمقلتيك ينادي، حتى سكبت براحتيك ودادي، وعلمت أن طريق عشقك متعب، فالتاع في الصبر الجميل فؤادي، وعزمت أني سوف أجتاز الذرى وأنال من كف المحال مرادي، والقلب شاد في هواك نشيده، أصغي لقلب في غرامك شادي، من دفق شرياني أسطر أحرفي وأذيب قلبي في مسيل مدادي، من دفق شرياني أسطر أحرفي وأذيب قلبي في مسيل مدادي. عظيم. طوفي على ظمأ السنين سحابة، أنا منذ أعوام لغيثك صادي، كوني بلادي قد سئمت تغربي من بعد ما سرق اللئام بلادي، مدن التغرب أشعلتني جمرة وذرت على فوضى السنين رمادي، جمر الفراق المر يحرق أضلعي، جمر الفراق المر يحرق أضلعي، ويكاد يسلبني الفراق رشادي. يا الله. كوني الصديقة إذ تخلى صاحب وكبى بأرض الرافدين جوادي. كوني الصديقة إذ تخلى صاحب وكبى بأرض الرافدين جوادي. جميل. مد يديك وهدهدي وجع الهوى، علي بدفئك أستعيد رقادي، أدمت نصال النائبات تجلدي، وفقدت في درب الطويل عمادي، غصص الحياة من الشراب تذيقني مرا وتمزج بالمواجع زادي، أقضي ليالي الطوال مناجيا فيها الأسى وبها النديم سهادي، ونعت ليالي الحادثات مسرتي فدفنت أحلامي وطال حدادي، عاندت في حب العراق مصائبي جلدا ولم تلن الجراح عنادي، عاندت في حب العراق مصائبي جلدا ولم تلن الجراح عنادي، وعروبتي ظلت تعز بضادها وحفظت في لغو الأعاجم ضادي، وإذا رأى الناس السكوت سلامة سأظل في صدر الجموع الحادي، وإذا رأى الناس السكوت سلامة سأظل في صدر الجموع الحادي. جميل. وأظل أبذر في العراق مطامحي حتى يتوج بالفخار حصادي.
وأنعم بمثل هذا النص أن يتوج بالفخار وأنعم به من حصاد. أستاذ محمد، يقول درويش: يحاصرني في المنام كلامي، كلامي الذي لم أقله. رسالة من محمد صيف الشاعر إلى قصيدة لم تأتي بعد، بما تحفزها؟ ماذا تقول لها؟ بما توصيها؟ تفضل. كل شاعر يمر أحيانا في حالة حصر، حصر يعني يشعر أنه بات عقيما من الشعر. نعم. ماذا سيكتب؟ يتمنى أن يكتب أجمل ما كتبه في السابق. صحيح. ويعني هذا الخيال والطموح والرغبة والأمنيات دائما تداعب قلب الشاعر، أنه ليته يكتب أجمل مما كتب، فدائما هو في انتظار قصيدة الأجمل. نعم. وقلت لك أنا مررت أحيانا في حالة أشعر أنه وكأن الشعر خاصمني، وفجأة أمام حدث معين، وإذا يتدفق الشعر بقصيدة جميلة جدا حقيقة يعني أنا أدهش بها. نعم. يعني بعد حالة الحصر التي يعيشها، ويتخرج هذه القصيدة بهذه القوة، بهذا الجمال، تشعر بعظمة الإنجاز، إنه تقول ليتني أكتب ما هو أجمل. أحيانا أقول ألعن بعض الشعراء القدماء لم يبقوا لنا شيء أن نقوله، لم يبقوا لنا شيء أن نكتبه، سواء كان في الفروسية أو في البطولة أو في الحكمة أو في الغزل. فأحيانا تبرق في ذهنك فكرة ومضة، تقول أنا أول من ابتدعها، وتفاجأ فيما بعد أن هناك جيش، هناك من سبق إلى هذا يعني هذه. لكن قدرة الشاعر كيف أنه يستطيع أن يقدمها بوعاء يختلف نوعا ما. نعم. أو بلغة تختلف بعض الشيء، لأن اللغة هي لغة واحدة، هي حروفنا معروفة. نعم. والشعر جادة، لابد أن يقع الحافر على سنابك، الحافر على الحافر، وسنابك الخيل يعني لابد ما تقع على الحافر على الحافر. لكن يحاول جهد الإمكان الشاعر المجيد أنه يتفرد، يعني يتميز، يضع له أثر خارج هذه الآثار التي سبقت، تميزه عن غيره. فأنت يعني منتشن في فرحة أنك جئت بشيء جديد، وتفاجأ أنه هناك من كتب. لكن بعض الأحيان تستطيع أن يستطيع يعني يجد العزاء بالمضمون، باللغة العالية، في تسلسل صياغة الأفكار جديدة، صياغة مختلفة إلى حد ما. وأحيانا طبعا يعني تسعفك الأقدار أنك تبتدع شيئا لم يسبقك إليه أحد السابقون. نعم. فتشعر في نشوة كبيرة. ولذلك أنه القصيدة التي تملأ مساحات طموحنا الأكبر نقول لم تأتي بعد، لم تأتي، ونبقى في انتظار، ولن يطول انتظارنا. نحن نريد قصيدة جديدة، على أمل لا يطول انتظارك عن القصيدة التي تنتظر كتابتها. إلى قصيدة نريدها إلقاء، ماذا ستختار؟ من قصدك إلقاء بدون ورق؟ إلقاء من الورق. لن أحرجك فأقول لك اقرأ من محفوظاتك. أنا قصائدي الحقيقة قصائدي إذا كنت تريد أن تقرأ من المحفوظ فلك حرية ذلك، لكن الورق حاضر. نقرأ من الورق، من الحقيقة الإنتاج الجديد. نعم. ألمنا كثيرا موت اللاعب الدولي أحمد راضي رحمة الله عليه. نعم. مشهد تراجيدي مؤلم، وأنا أقول قتلوه. هناك طبعا هو أكيد كان مصابا بمرض بالفيروس، لكن ملابسات الحادث تقول أن هناك كان إهمالا مقصودا، أو كان هناك إهمال مقصود، الفساد كله شارك في أن يقتل هذا الجمال. نعم. لذلك أنا قلت فيه كان صديق له رحمة الله عليه، إنسان دمث الخلق. نعم. جميل المظهر، وسيم. نعم. طيب الصحبة، رحمة الله عليه. فأنعم بها من خاتمة إذن هذه القصيدة الوداعية لروح الشاعر، أو لروح هو شاعر. نعم. بإبداعه، وشاعر بما أدخل من بهجة على قلوب آلاف العراقيين. اللحظات الأولى المؤلمة حقيقة أصابتني بالحصر، أنه لم أستطع أن أكتب، لكن كتبت سطرين نثرية على ونشرتها على
على المواقع التواصل الاجتماعي ورأيت أنه هذا الفتى البهي، حتى سميته الفتى البهي، قتلوك أيها الفتى البهي، هكذا الجملة النثرية جاءت. وبعد فترة وبعد يوم جاءت الدفقة الشعرية، جاءت الدفقة وبنفس بالمعنى نفسه إلى القصيدة، وداعا أيها الفتى البهي. وقلت من قتلوا مجد عراقنا السني هم قاتلوك أيها الفتى البهي، من قتلوا مجد عراقنا السني هم قاتلوك أيها الفتى البهي، من يحرقون قمحنا وعمرنا هم حارقوا ربيع وردك الندي، من يسرقون النور من أعيننا هم سارقوا بريق وجهك الضوي، من يسحقون كل روض يانعا هم ساحقوا رفيف غصنك، من يسحقون كل روض يانعا هم ساحقوا رفيف غصنك الطري، ويقتلون كل من خالفهم حتى ولو خالفهم آل النبي. يا الله. يتخذون دينهم تجارة ويدعي التدين اللص الشقي، وينهبون خبزنا وحلمنا يفتي لهم بنهبنا شيخ غوي، كم هتكوا بالدين عرض حرة، كم سفكوا بالدين من دم زكي، هم أفسدوا الأرض بزيف دينهم ويبغضون كل زاهد تقي. والله. جراحنا تصيح في عروقنا والجرح في أعماقنا له دوي، بغداد هل تدرين من هذا الفتى، بغداد هل تدرين من هذا الفتى، هو النبيل والحنون والصفي، وهو الذي فاض به حنينه عادت به إليك لهفة الصبي، هل يطفئ الغياب بعده السنة ويحضن العراق ليله الدجي، هل يطفئ الغياب بعده السنة ويحضن العراق ليله الدجي، تمتزج الدموع والحب بنا فأنت يا بهي بالحب حري، تعلو محياك بشائر التقى يفيض نوره بقلبك النقي، حبك يغمر القلوب فيضه فانعم به يا أحمد الراضي الرضي، فانعم به يا أحمد حبك الراضي الرضي، يغمر القلوب فيضه فانعم به يا أحمد الراضي الرضي، ينشر طيفك الضياء حولنا يا مشرق الوجه لك النجم ظهي. الله الله. تعيدنا ينشر طيفك الضياء حولنا يا مشرق الوجه لك النجم ظهي، تعيدنا إلى زمان مشرق وباهر بكل مبهج ثري، يا أيها الجميل كم أسعدنا وأبهج العراق عصرك الوضي، يا دافئ الحضور كم أوجعنا جرح رحيلك المبكر الشجي، قلوبنا مخلصة دعاءها لك العلا بمثلك الخلد حفي، تبكيك في العراق كل نخلة والرافدان فيهما حزن خفي، حتى السماء قد بكت فأرسلت تطهر الأرض بدمعها السخي، حتى السماء قد بكت فأرسلت تطهر الأرض بدمعها السخي، ضاقت بحزننا دفاتر الأسى نشكو مصابنا لربنا العلي، فلا يظن القاتلون أننا نعيا إذا الدرب إلى الحق قصي، ولا يظن القاتلون ننثني فما على الفرسان مطمح عصي، لم يعلموا إذ قتلوك أنهم قد نشروا في الكون عطرك الشديد، قد نشروا في الكون عطرك لم الشديد، لم يعلموا إذ قتلوك أنهم قد نشروا في الكون عطرك الشديد، وسيبقى عطره وسيبقى عطرك ما دمت صداحا بمثل هذه الكلمات وهذه اللغة الطيبة. للأسف انقضى الوقت أستاذ محمد مرة سريعا، ونأمل أن تتكرر مثل هذه اللقاءات العذبة في وقت لاحق. شكرا لك على هذه الفرصة والمناسبة السعيدة التي التقينا،
فيها في برنامج بيت القصيد، ودعائي لهذا البرنامج بالمزيد من النجاح، وأن تحقق ما تطمح إليه من وصول إلى قلوب الناس. بارك بك صديقي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم بإذن الله رفقة شاعر جديد، وحتى ذلك الموعد لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم، إلى اللقاء.